السلام عليكم. اول حاجه بالنسبه للديربي ما بقاش داك الديربي اللي كنا كنعرفوا. الديربي كنتي كنا كنتسناو 10 ايام 15 يوم وحنا كنهضروا فيه في ايامات الجرائد المنتخب الصباح الاصدقاء في المقهى في الدراسه في الخدمه. المهم كان لا حديث الا على الديربي. غنلعبوا اي فريق كيوجد الفريق الاخر بالجمهور ديالو ولا بمكتب ولا بكل شيء عندهم الاستعداد نهار الديربي. وملي كتجي للديربي كتلقى اول حاجه كتلقى واحد الفرجه هي الاولى ديال الجمهور. كتمتع ما بين الجماهير الكازاويه لا ديال الرجاء ولا ديال الوداد. كتشوف تيفوات مؤخرا ما بقيناش كنشوفوا هذا الشيء. يعني بصراحه الديربي ما بقاتش عنده ذوك القيمه اللي كانت عنده النوب الاولى. وفي حد ذاته نهضروا في لوجيك الديربي لا حنا كرجاويين ما تنبغوش نخسروا خسر ربحوا حتى هما كيبغوا يربحوا. نهضروا بالاحصائيات نقولوا الديربيات ولكن ملي كتجي للواقع الديربي ما عندوش المنطق ديال واحد الفريق قوي غادي يربح ذاك الفريق الضعيف. كيكونوا مفاجات الديربي تيكونوا فيه مفاجات ضروري يخرج لك واحد اللعاب من الماتش لا من هذا الفريق ولا من هذا الفريق. وبالنسبه للمقابلات ديال الديربي يعني البطوله كلها ما لعباش على الديربي. بطوله اللي بغيتي دير خصك دي تلعب عندك 30 مقابله. الديربي كيبقى مقابله بحالها بحال الفرق المنافسه ديالك في البطوله. مثلا الجيش الملكي بركان الوداد هاد الفرق هادو اللي منافسين عندك في البطوله خصك البطوله ما خصك تخسر معاهم. خصك بحال مثلا في الالي خصك تربح نقيطات تربحهم وفي الروتور كيكون عندك واحد بحال كنجيرو الماتشات على الاقل عندك جوج حوايج يا تربح يا تعادل ما تخسرش. كتكون ديجا انت عندك في الالي رابح حيت الا تعادلتوا في النقاط كتمشيو للكولافيراج كما كنقولوا. الديربي ملي كان ديربي يا ديربي ملي كانوا فيه ولاد الرجاء ديال بصح ولاد كازا ولاد الوداد ولا هذا راه كان ديربي. راه كان الفريق اللي خسر مثلا نقولوا حنا مثلا الفريق اللي خسر كانوا اللعابه ديالهم ما يقدروش يخرجوا يشوفوا الجمهور في الدرب ما يقدرش. يقدر كما قال محمد فاخر كوميره كطلع عليه 300 ريال يقدر يعيط الكونسيرج يقول يجيب لي كوميره ولا يقدر هذا حيت دوك ولاد كازا ديال بصح كيحسوا بالديربي. اما دابا قليل كتلقى حنا نهضروا عن نظره كرجاوي كاينه واحد 50% 60% كتلقى ولاد الرجاء كاينين الدراري ولاد الرجاء والاغلبيه كاينين كيجيو من هما مغاربه كيجيو من فرق اخرين كيشوفوا الاجواء ديال الديربي ولكن ما كيحسش به كيولد كازا كما كنقولوا. داك الديربي كتعيش به انت من 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 اللي من اللي كول في المدرسه نقولوا حنا مينيم كتلعب في المينيم كتلعب في كادي كتلعب في جونيور كتلعب في امال انت داك الديربي ديجا انت مولف وكتسنى داك الديربي كتحس به عيشه بغض النظر. كيجي واحد اللاعب يلا كي مثلا كيجي محترف كيجي يلعب عندك اول مره غيدخل على سبيل المثال انا عاقل عليها مزيان رضا الرياح ملي بغى يدخل يتفرج ملي بغى يدخل يلعب في المقابله شاف داك الجمهور الهائل اللي كيرفضونه راه ما قدرش يطلع. ولكن ان فوا دخل التيران نحدو واحد 5 دقائق تبارك الله راه ضربوا ماتش وكنا ربحنا في هذاك المقابله. بالنسبه للمقابله ديال الديربي فيها نتيجه واحده فيها الرباح. انا تنهضر لك كرجاوي انا باغي الرباح حيت انا ملي كنربح كنحيد عليا واحد الخصم. حنا ضيعنا بعدا جوج نقاط مع الجديده مع الجيش وضيعنا جوج نقاط مع بركان. كنا رابحين الجيش بجوج لواحد وكنا رابحين بركان بواحد زارت الدقه 88. اذا عندنا هذه الفرصه ديال واحد المنافس حتى هو معاك في البطوله خاصك تحيد وخاصك تربح. بالنسبه لهاد اللعابه اللي قلتي هما عاشوه كمتفرجين يعني عاشوه شافوه في التلفازه هكا كان فاتي كنلعب في الفليفار ولا كمهدي مبارك لعب في الفتح ولكن دابا غيعيشوا في المقابله غادي يشوف غيدخل الاجواء. غير واحد النقطه اللي غنقول لك الديربي ما عندوش فريق قوي مع لا فريق ضعيف هذه ما كايناش. هذه ديما داك الفريق اللي كيكون شويه هذا كيتجمعوا الصفوف وكتولي مقابله ديال العمر خاصك تدخل تربح الديربي سالينا كتربح الديربي كيتحيدوا لك جميع المشاكل. وكنتمنى من الله انا كرجاوي كنتمنى من الله ان شاء الله باذن الله نربحوا ونتعلوا الصداره ان شاء الله ونساليو هذا الالي نساليو حنا الاولين. وكنتمنى من الله يعني
ما لعبوش حتى الدورات الاخيره في الروتور حتى الدوره 30 او لا 29. كنتمنى من الله انا كرجاوي الدوره 27 نكونوا حنا محتفلين بالبطوله وديما ديما رجاء والله يعلي الدرجه. هذا الديربي هذا مع كامل الاسف تيجي في واحد الظرف اللي شويه صعيب. هذا الظرف هذا انه مره اخرى غنعيشوا ديربي غيعرف حاله ديال الغربه انه غيتلعب مع كامل الاسف خارج مركب محمد الخامس خارج الدار البيضاء. الديربي اللي حنا عشنا فيه سنوات انا بطبيعه الحال اون طونك رجاوي الحمد لله عشت واحد العدد ديال الديربيات منذ سنوات ديال الثمانينات والجيل ديال التسعينات والالفينات الى حتى لهاد السنوات الاخرى. المتعه ديال الديربي في هاد السنوات الاخرى نقدر نقول لك افتقدناها شويه. الديربي كان ديربي ما بين الاخوان في الشارع في المقاهي في المدارس قبل واحد 15 20 يوم المباراة كان واحد النقاش أخوي زوين ما بين الرجاويين والوداديين. الديربي هو بحال غنديروا واحد طبق راه الملح ديالو هو الجمهور. اليوم مع كامل الأسف أولا غنعيشوه خارج الدار البيضاء، ثاني حاجة القرار ديال أنه غيتلعب بدون جمهور هذه ربما غتعطينا واحد الديربي اللي غيكون واحد من الديربيات عبر التاريخ اللي ما غاديش يكونوا بالقيمة ديال الحقيقية ديال الديربي. على المستوى الكروي كنظن كاين شويه تقارب في المستوى ديال الفريقين. الفريقين هذه السنه هذه كيتصارعوا مع الفرق ديال المقدمه، اكيد انهم غيكونوا معادله صعبه في اللقب. النتيجه بطبيعه الحال مهمه بزاف ديال هذا الديربي هذا، لانها خصوصا بالنسبه للرجاء لانها الان كتقاسم الصداره مع الجيش الملكي. كنظن انه في حاله الا انتصرت غادي تكون واحد غنزيدوا نمارسوا الضغط على الجيش الملكي تشبتوا بالمرتبه الاولى. الوداد عنده ازمه نتائج كيمر من واحد الازمه ديال النتائج مؤخرا تغيير المدرب، ولكن حنا تعلمنا دائما الدروس اللي نقدروا نقولوا اننا خديناها من اللقاءات ديال الديربي. الديربي ما تيخدع حتى شي منطق وما تيمكنش اليوم الديربي نقولوا على الورق الرجاء غتربح او الوداد، بالعكس الديربي دائما كيتلعب في الميدان على الجزئيات كما قلتي دي بتي ديتاي ما تتعرفش الظروف كيفاش غادي تلعب عليها الماتش لي سيناريو اللي يقدروا يوقعوا في المقابله. تيبقى الديربي دائما هو ديربي ما عندوش المنطق، المنطق ديالو هو هذيك ساعه هذيك 90 دقيقه اللي غتكون نهار المساء ديال يوم الاربعاء ان شاء الله في ملعب البشير. ترسل مساله مهمه اللي هي التحكيم. كنظن انا في المنظومه ديال كره القدم التحكيم كيبقى واحد المساله اللي مهمه واحد الباغامتر اللي مهم. كنتمنى انا على غرار واحد العدد ديال الديربيات اللي عشناهم وكما قلت في السياق التاريخي ديال الديربي كنتمنى انا بالنسبه لي انا اون طونك رجاوي كنتمنى التحكيم يعني يكون كوريكت. انا بالنسبه لي الا كانت شي حاجه في حقنا نستحقوها ديالنا تعطانا شي حاجه اللي ماشي في حقنا ما بغيناهاش. انا بعدا بيرسونيلمون ما نبغيش دي كادو ديال التحكيم، انا كنبغي التحكيم يكون اوبجيكتيف ويكون حياد لانه التحكيم يقدر ينجح لينا المقابله ويقدر يكون مؤثر باخطاء مؤثره. حنا في واحد العدد ديال السنين كان التحكيم ملي تيكون التحكيم في المستوى كيعطينا هذيك لو تيزيد يعطينا المتعه ديال الديربي اضافه الى المستوى التقني اللي يقدمه اللعابه. بالاضافه للتحكيم نهضروا على ما هو يعني الكوتي ديال الكره شويه تكنيكي تاكتيك. كنظن الحمد لله اليوم في المباريات الاخرى المدرب ديال فريق الرجاء البيضاوي الالماني تنظن انه بدا كيلقى شويه توليفه ديال الفريق ولا ليكيب تيب اللي تقدرت الحمد لله تكون تقدم احسن مستويات. كاين تحسن في المستوى اللي كياكد هذا الشيء هي النتائج ديال الفريق. اكيد اننا ضيعنا بعض المقابلات بشكل عام، ولكن حنا المستوى العام ديال البطوله الفرق اللي كتلعب على المقدمه هي تقريبا دارت دي فو با بحال الكاد ديال الجيش البركان الوداد، يعني غادي يبقى التشويق في المرحله ديال الاياب، ولكن كنظن انه ابتداء من المرحله ديال الاياب غادي تكون
اي نقطه مكلفه. لهذا كنتمنى انا من كل المكونات ديال الرجاء، الحمد لله على المستوى المكتب المديري كاين عمل ومجهودات كبيره الان الحمد لله، يكفي ان كاين الدعم ديال الطاقم التقني، الدعم ديال اللاعبين من قبل الرئيس والمكتب المديري. هذا الاستقرار راه كنعتبره انا شخصيا دائما عامل اساسي في النجاح ديال اي فريق. الحمد لله دابا تيخص الدعم ديال الجماهير، تزيد دعم الفريق في مرحله الاياب. كاين بعض الاختلالات على المستوى المنظومه التقنيه، كنظن المدرب والطاقم التقني والمكتب المديري واعين بهذه المساله هذه، وراه كيشتغلوا عليها لتصحيح بعض الامور على مستوى انتدابات. كنظن انا بشكل عام الرجاء ان شاء الله في المرحله ديال الاياب غادي تكون في المستوى وغتقدم يعني داكشي اللي كينتظروا الجمهور. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.